ولهذا قال فإن أصابه خير، أي طمع من الدنيا اطمأن به، اطمأن بهذا الخير. وقال هذا الدين فيه خير وفيه غبطة لما يعيش فيه من نعمة ومن أمن واستقرار. وإن أصابته فتنة، هي ابتلاء وامتحان من أجل دينه، انقلب على وجهه فظهر ما كان يكنه في نفسه من الشك والريث والنفاق، تظهر عند الشدائد والمحن. وهذه هي الحكمة من إجراء الله الفتن على العباد والامتحان على العباد، من أجل أن يظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. في أول السورة يقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله يجري الامتحان والابتلاء في هذه الدنيا ليتميز الصادق في إيمانه الذي يثبت عند الشدائد والمحن من الذي ينقلب على عقبيه ويتخلى عن الدين. وهذا هو ما حصل في هذه الفتنة التي جرت في وقت الشيخ المؤلف على أهل نجد، فإنهم كان فيهم من المنافقين والأعراب من كان يعيش معهم ويتستر بستر الإسلام وينال من الخير. فلما جاءت الفتنة والجيوش الجرارة على أهل التوحيد انكشفت حقائقهم وانضموا إلى جيوش المحاربين لأهل التوحيد، انضموا إلى جيوش المحاربين لأهل التوحيد وصاروا معهم، فظهر ما كانوا يخفون وما كانوا يبطنون، وصار إيمانهم مجرد تصنع ولأجل طمع مطامع الدنيا. هذا وجه المطابقة بين الآية وبين ما وقع. انقلب على وجهه، خسر الدنيا، انقلب على وجهه يعني ارتد. فالردة انقلاب، الردة انقلاب على الوجه، خسر الدنيا والآخرة. هو فعل هذا لأجل أن يكسب دنيا ولأجل أن يطمع من الأعداء بما، أو لأجل أن ينجو من شرهم، لكن لم يحصل له هذا. لا هو الذي بقي على دينه وربح الآخرة، ولا هو الذي نال ما يريد في انقلابه وردته. حصلت عليه الخسارتان والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، يعني وخسر الآخرة. فهذه الآية مطابقة تماما لما جرى في نجد وقت الفتنة من أناس كانوا يظهرون أنهم من أهل التوحيد وأنهم آمنوا بالله واقتنعوا، لما جاءت الفتنة انكشفت حقائقهم وصاروا ضد أهل التوحيد، صاروا ضد أهل التوحيد. وهكذا الفتن إذا جاءت تبين الصادق من الكاذب. ونحن الآن نعيش في فتنة من الكفار كما تعلمون، ليغيروا كل شيء في ديننا ويجعلونا تبعا لهم، ننفذ ما يريدون ولو خالف ديننا. فمن الناس من استجاب لهم، صار يتكلم بألسنتهم ويكتب ويسب المسلمين، يسب الإسلام والدين ويعتبره غلوا وتطرفا إلى آخر ما يقول. فما أشبه الليلة بالبارحة.